لا ما احنا كويسين يا بابا، اذا كانوا حاطين انا بدهم يذبحوني وما انا سامحين انت وامي. يا بابا لا يا رب تذبحوني هلا، لا تتمل لا تتمل لا تتمل هلا بدهم يذبحوني انا بالمسلخ هلا تبع الذبح. لا تخاف يا ابني ان شاء الله ما لا يا بابا بتعطوني جسمي. لا يا بابا بيعني اياه بيعني اياه امانه سامحوني ايه انت وامي ايه سلموني على اخواتي وخاطركم. لك شو لا تخاف ليك بابا ليك انا خلاص يا اخر لحظه اخر لحظه يا بابا يا بابا لك يا اخي يا بابا لا لا تمل هي اخر مكالمه اخر مكالمه هي اخر مكالمه بقول لك هي اخر مكالمه بدي احكي معك فيها انت وامي سامحوني يا مالي.